من هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هل يجوز له العودة إلى بلد الكفر للدعوة إلى الله؟ إذا كان مؤهلا للدعوة، إذا كان مؤهلا للدعوة إلى الله، نعم يرجع للدعوة إلى الله، ويرجع لأجل تعلم الصناعة والشيء النافع، يرجع لأجل العلاج، يرجع لأجل التجارة، لا بأس بالسفر إلى بلاد الكفار لهذه الأغراض، للدعوة إلى الله، للتجارة، ثم يرجع لتعلم العلم الذي يحتاج إليها ويحتاج إليه المسلمون من أمور الدنيا. هو علم الدين هذا ما يروح لتعلمه من الكفار، تعلمه في بلاد المسلمين. أما علوم الدنيا يذهب يتعلمها، لأن الكفار يتقنونها أكثر منا مع الأسف، يذهب يتعلمها ما في بس، وهو في ذلك أو للعلاج، أصابه مرض ولا يوجد له علاج هنا يسافر، لأنهم أقدر على العلاج منا وعندهم إمكانيات يسافر، لكن في كل الأحوال يكون متمسكا بدينه. نعم. ولا يقيم في بلاد الكفار إلا بقدر الحاجة ثم يرجع. نعم.